القصة اللي غادي نعود لكم هي القصة ديال بطل حقيقي، ماشي بحال الأبطال اللي كيتصوبوا في رمشة عين. البطل ديالي هو باجتي. باجتي دابا ولا كبير، ولكن ملي كان صغير كان زوين وشجاع. باجتي كان بطل ومحارب كبير في لاندوشين، فرنسيين كلهم كيعرفوا الشجاعة ديالو. باجتي كان عايش مع بابا وماما اللي ما عمرها ما حملاتو. فرمشة عين بابا تخلى على باجتي ولاحو. باجتي لقى راسو وحداني في مدينة ما كيعرف فيها حتى واحد، ما عنده لا ما ياكل لا فين يسكن. تلقى هو والبشير وسكن في فندق قديم. البشير حتى هو كان ولاحو ولادو. واحد النهار شدوهم البوليس وداوهم لدار العجزة اللي ما قدروش يصبروا فيها، وهما يهربوا ورجعوا للفندق. باجتي كان عزيز وما كانش كيرضى بالظلم. نهار اللي تعداو فيه على صاحبه مجمر، خرج باجتي للزنقة بحال البطل، والناس تابعاه من كل جهة كلها أهمه. من راجل واحد ولات مظاهرة كبيرة، وتما فين فنات روح باجتي. من بعد هاد الشي كامل بابا عاد تنادم معاه الحال، ولكن كان فات الفوت. سمحوا لي نسيت ما قلت لكم، سميت باجتي هي با حماد. تمنيت نعاود لكم شي نهاية سعيدة، ولكن القصة ديالي قصة حقيقية، والبطل ديالها غادي يسالي بحال جميع الأبطال.